قائد لبيب سكر، قائد فوج عمر بن الخطاب بجمعية كشفة المقاصد. نحن الليلة عاملين احتفال سنوي مدته ساعة، ساعة وربع تقريبا، مشاركة فيه كل عناصر الفوج. بارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جمعية كشافة المقاصد الإسلامية القائد المهندس أمين بيت الدعوق. رئيس اتحاد كشاف لبنان ومفوض العام لجمعية كشافة المقاصد الإسلامية القائد نبيل بيضون المحترم. حضرة مدراء المدارس المقاصديين المحترمين. حضرة مفوض بيروت القائد وسام الشام المحترم. حضرة أهالينا الكرام، زملاء القادة، الكشافين، تحية مقاصدية. وبعد، ثمار حفلنا متنوعة وكلنا أمل في أن نوفق في تقديم ما ينال القبول والاستحسان، راجين من الله التوفيق ونتمنى منكم النصح والتشجيع. تلغي كل مواعيدي مواعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي، تلغي كل مواعيدي مواعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي. هيدا الاحتفال هو سنوي صار عنا، منقدم فيه أشياء ترفيهية، الهدف منه نعرض نحن خلال السنة شو سوينا، وبنفس الوقت نعمل مثل تشجيع للشباب ليبرزوا مواهبهم خلال هيدا الاحتفال. أنا أكل أولاد القطيع. بما انه بالو بقيره رح يعلمونا داتا كيف يصطاد وكيف يعيش معنا بالغابه، رح نضمه لنا للقطيع. اهلا، كيفك؟ الحمد لله، كيفك خيي؟ اي امسك كثير ايدي، تفضلي تفضلي تفضلوا. اوعي دخل عرضك، اوعي تسلم علام، دوش الرجال حفت قبر عم بموت. شو مجوز جراندايزر؟ لا بشلوف شوي. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. شو كيفكم؟ كيف العائله؟ الحمد لله الحمد لله. كيف؟ تعيريني هالصينيه شوي؟ ايباد. ايه ايباد اللي هو. اذا بنتي بتعرف انت ما بتعرف لك ما ايه انا قلت لها بسكوتك. لا والله ماني متعودة ضيف ثواني من الثورة، يا حسرة اللي سنتين بقول له يجيب لي ثواني ومطنش، عندي صينيتين، وحدة سندي فيها اجر البراد ووحدة مصدية ما بقى خرج. حي يا ستار.
الأجبال. شريخان ما 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 شريخان ما روبو جلجلة الأيام تايحيا الوعد الكشفي سقف يا ابن العشرين لما بتقرا بالمنهاج لو عاش بعصر الكشاف لسراجه ما كان هذا الاحتفال مشارك فيه تقريبا 80 شخص من الفوج كل واحد مقدم شيء من عنده وكل شيء خلال هذا الاحتفال قيم على متطوعين كشفيا ما في حدا بروفيشنال ولا حدا عم يتقاضى اجره كل الشباب عم يقدموا من قلبهم للكشفيه مثل العاده حكومه تعطى الثقه والثقه حكم القاضي حلت المشاكل انتهت التباجه وعرفوا مين خلق قبل الشعب
شاء الله راح تصيروا القاضي الحلوين المقاصديين الابضايات اللي بيفهموا اللي اني راح يقودوا هالكشاف يقودوا المجتمع ان شاء الله. انه هالبراءه اللي نحن شفناها عند القاضي وعند الكشاف بالفترات الترفيهيه انا بعتقد هذا الموضوع لازم نحن كثير نهتم له كاهل. اولادنا بالكشاف بيخرجوا من العالم اللي منه بريء لعالم بريء، بيتعلموا كثير اشياء، بيعيشوا مع بعض، بيتعلموا كثير بالتراتبيات، بيرجعوا صار عندهم ديسيبلين كثير مهم. انا بحيي الحركه الكشفيه بالمقاصد، هيدي الحركه اللي ما بعتقد في مثلها، لانه اذا بتسمحوا لي اقول ما في مثل المقاصد. نحن عدة مدارس، نحن عدة عيال، نحن عدة مجتمعات، كليتنا في بوتقة واحدة اسمها المقاصد. ينتهي الاحتفال بتوزيع الشهادات للي استحقوها، ولمعظم الكشافين حيطلع لهم الشهادات تميز بالروح الكشفية.